بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله هنعمل لك كده سريعا مراجعة على القول الفصل، يعني في موضوع الكتابة ده بالتحديد أنت مطلوب منك إيه. إحنا شرحنا رايتنج في فيديو 2 و3 و4 وعملنا أسئلة حل دلوقتي تقريبا 80 سؤال غير اللي كانوا قبل كده أيام الشرح. النهاردة بقى هعمل لك فيديو كده أعبي لك فيه موضوع الرايتنج ده في شنطة كده تاخده معاك. أول حاجة عايزك تعرفها إن إحنا عشان نكتب يا شباب إيساي المقال، في فرق بين الإيساي الأول وبين الباراجراف. الفرق بينهم كالتالي، ان الايه الباراجراف ده عباره عن مجموعه جمل، بكتب جمل. طب الايساي عباره عن مجموعه باراجرافات. حلو. فلما يجي لك فرق في التعريف يقول لك السيريز اوف باراجرافس، مجموعه سلسله من الباراجرافس، يبقى تعرف ان ده تعريف الايساي. طب لو قال لك السيريز اوف سنتنسز، سلسله من او مجموعه من الجمل، تعرف ان ده تعريف الباراجراف. ده رقم واحد، دي اول حاجه كده نتفق عليها مع بعض. طيب الحاجه الثانيه، انا عايز اكتب مقال. المقال ده عباره عن مجموعه من الباراجرافات. حلو. ادي باراجراف، طبعا العنوان هنا الاول معمول بين علامات تنصيص كده، حاجه محترمه. وبعدين اول جمله كتبتها، وبعدين الجمله هي الثانيه، وبعدين الجمله الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. خلاص كده اول باراجراف خلص، وبعدين الباراجراف الثاني ببدا اكتب فيه، وهكذا لحد ما اخلص اللي انا بكتبه. طيب هما بيكونوا كام باراجراف؟ مش محددين ومش معروفين، على حسب اللي انت عايز تكتبه. انا عايز اكتب 50 فكره، فبكتبهم في 50 باراجراف. طيب المهم في الموضوع ده واللي انت لازم تركز عليه، ان ده اسمه باراجراف وده اسمه باراجراف وده اسمه باراجراف. حلو. طب الحته اللي فوق دي اسمها التوبيك، العنوان اللي انا بكتبه. كل واحد من دول اسمه باراجراف. طب المجموعه الباراجرافات مع بعضها شكلوا لي ايساي اللي انت شايفه قدامك ده، جوه الدايره ده اسمه ايساي. طيب عناصر الباراجراف غير عناصر المقال على بعض. ليه؟ عناصر الباراجراف دول ثلاثه. اول حاجه كده بيكون في توبيك سنتنس في كل باراجراف، وبعدين بيكون في سبورتنج سنتنسز، وبعدين بيكون في كونكلوجن. طب عناصر المقال، عناصر المقال غير دي خالص. عناصر المقال بيكون في باراجراف انترودكشن كامل، وباراجرافات بودي، البودي ده بيكون 1 2 3 على حسب الافكار، وباراجراف كونكلوجن. حلو الكلام. طب يا مستر ما في هنا كونكلوجن وهنا كونكلوجن؟ خد بالك في كونكلوجن لكل باراجراف، وفي كونكلوجن لكل يعني في باراجراف كونكلوجن للمقال على بعضه. يعني لو ده مثلا قدامي ده مقال كمل، فده انترودكشن وده بودي وده كونكلوجن. طيب هنكتب ايه في كل واحده من دول؟ ركز بقى معايا في الكلمتين دول، عشان الكلمتين اللي هقولهم لك دول في غايه الاهميه. اول حاجه هنتناولها مع بعض الانترودكشن. الانترودكشن خد ملحوظاتها كده سريعا واكتبها في كشكولك او احفظها. اول حاجه كده الانترودكشن ده از ذا فيرست باراجراف. ات از ذا فيرست باراجراف. الانترودكشن هي اول باراجراف، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه والاهم من ده كله بيقول لك اتس بيتر تو بي ريتن فيرست، يعني تو بي ريتن لاست. تو بي ريتن تو، اكتبها بقى تو بي ريتن لاست، انها تكتب اخر حاجه. بمعنى انا كتبت يا عم عايز اكتب مقال زي ده، فبكتب البودي وبعدين اكتب الكونكلوجن وبعدين اشوف انا كتبت ايه هنا، لاني بلخص الكلام فين؟ في المقدمه. لانك انت قارئ لما تيجي تقرا المقدمه بتعرف وات از تو بي سيد، هتعرف ايه اللي هيقال في الموضوع كده بعدين. طيب من الملحوظات اللي في الانترودكشن برضو ان هي اكسبلينز. يعني ايه اكسبلينز؟ بتشرح وات ذا ريدر، ركز وات ذا ريدر مش ذا اوثر، ركز في دي كويس. وات ذا ريدر اكسبكتس، بتشرح ما يجب ان ما يتوقعه ذا ريدر اكسبكتس تو ريد، ما يتوقع ان يقراه القارئ. انا راجل هقرا المقال ده، فساعه ما ببص في المقدمه، ساعه ما ببص في المقدمه بفهم الموضوع بيحكي عن ايه. طيب الحاجه الثانيه بقى ات جيفز جنرال. جنرال يعني عام. جنرال توبيك اوف ذا ايساي، بتديني كده موضوع عام للباراجراف للمقال. انا عايز اقرا المقدمه عشان افهم اللي بعديها. اسمع بقى الحته دي، ات ستيتس يعني بترسي او بتقول لك ذا مين بوينت، يعني بيكون في المقدمه المين بوينت اللي هي اسمها ايه بقى بنسميها احنا السيسز. وعايزك تعرف ان السيسز دي بتيجي مرتين اتنين، مره في الانترودكشن ومره تانية في الكونكلوجن، بس بنكتبها هنا بطريقه غير هنا، يعني نفس المعنى لكن المصطلحات اللي بنستخدمها بتختلف. طيب ايه السيسز دي بقى يا مستر؟ السيسز دي حضرتك السنتنس اللي بتحكي، بتقول لك وات ويل بي اكسبلينيد، يعني بتعرفني عن اللي هيتشرح في المقال. وات شود بي بوت زي ما قلنا في الانترودكشن وفي الكونكلوجن، لازم تركز في دي كويس عشان بتيجي مرتين اتنين. الحاجه الثانيه دي، بص بقى دي كده كلمه مهمه جدا، ذا موست جنرال، ذا موست جنرال سنتنس. السيسز دي بتبقى اكتر جمله عامه في الايميل او في المقال كله على بعضه. التفصيل بيجي بعد كده، يعني بكتب مثلا
water is life. دي كده سيسز. طيب ايه اللي هيجي بعد كده؟ ببدا اقول لك ان المهم الميه مهمه لحياه البشر والحيوانات والنباتات، واشرح لك وافصل لك. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي عايزك تعرفها كمان، الهوك. ايه هوك دي يا عم؟ الهوك دي اللي معناها بالعربي الخطاف، دي بنسميها اوبننج، دي كلها مرادفات ليها. اوبننج سنتنس يعني جمله افتتاحيه، وبنسميها جرابينج سنتنس يعني جمله جذب، او بنسميها جراب او اتنشن، سوري اتنشن جرابر يعني جاذبه لل جراب البي فور بوك اور فور بن، انا اتلخبطت انا فيها شخصيه. جراب اتنشن جرابر يعني جاذبه للانتباه القارئ اللي هو الطالب او الحد اللي بيقرا النص. طيب الحاجه اللي بعد كده كمان اللي هي رقم اتنين بقى، البودي، الجزء الثاني في المقال. البودي، البودي ده دي بص اسمع دي بقى، ذيس باراجرافز سبورت يعني ايه؟ بتدعم بتوش بتشرح يعني، او اكسبلين او اكسبلينز سيسز ستيتمنت، بتشرح لنا السيسز ده بالتفصيل بامثله يعني البودي بيكون في الامثله والشروحات وكل القصه دي. البودي ده مكانه فين؟ عايز تعرف دي كده من هنا كده فهما. يعني هنا كنا بقول لك ايه؟ ان في النص في بودي، فالبودي بيجي افتر ذا انترودكشن اند بيفور ذا كونكلوجن، او يقول لك بطريقه ثانيه ان البودي كومز بتوين ذا انترودكشن اند ذا كونكلوجن، بتيجي بين الاثنين. طيب الحاجه اللي كمان بعد كده اقول لك ان هي ذا ميدل باراجرافز، الباراجرافات اللي في الوسط. طيب اي جمله، اي باراجراف في البودي، اي باراجراف في البودي بيكون فيه ثلاث اركان زي ما اتفقنا. توبيك سنتنس اصله باراجراف، بيكون في توبيك سنتنس سبورتنج سنتنس اند كونكلوجنز. طيب الحته المهمه بقى، شود ان البودي سنتنسز يعني شود، او البودي كله على بعضه، شود بي ريليتد تو ذا انترودكشن، لازم يكون ليه علاقه بمين؟ بالمقدمه. على سبيل المثال احنا لما قلنا ووتر از لايف في المقدمه، وده قلنا ان ذس سنتنس الجمله اللي احنا نحكي عنها في الموضوع كله، ينفع بعد كده ليك عمال تحكي لي عن التكنولوجيا والتلوث والناس والحضاره والعلم؟ الموضوع ملوش علاقه بدول خالص، انت حكيت لي في الاول او اديتني ذس سنتنس عن ووتر از لايف، فلازم تفصيلك كله وشرحك يكون عن ووتر از لايف برضه. الحاجه اللي بعد كده معانا يا شباب اسمها السبورتنج سنتنسز، دي عنصر عايزك تعرفه في الرايتنج. ايه سبورتنج سنتنسز؟ على سبيل المثال انت لما تيجي مثلا تقول لي اي ام بور، انا فقير، حط لي نقطه. اي لوست ماي ماني كما افتر ذات ا ريتش مان هيلبد مي بات اول ماي ماني وير اي ووز wasted، ولكن كل فلوسي انفقت. انت خدت بالك اللي حصل؟ اول جمله انت قلت لي انا فقير، وبعدين بدات تدعم لي الموضوع ده بكلام ليه علاقه بانك انت فقير، تقول انا فقير، انا فقدت فلوسي كلها، وبعدين واحد غني ساعدني وفلوسي كلها انفقت برضه في الفاضي. فانت كل الجمل اللي بتيجي بعد الجمله الاولانيه دي بنسميها supporting sentence. امال دي اسمها ايه؟ دي اسمها topic sentence، والباقيين دول supporting sentences. طيب الجزء الثالث في المقال الكونكلوجن. ايه الكونكلوجن دي؟ عايزين نعرف فيها ايه؟ ركز معايا في الحته دي عشان خاطري، ممنوع نكتب تفاصيل، مفيش تفاصيل في المقدمه ولا الخاتمه. المقدمه والخاتمه دول يا عم ما بكتبش فيهم تفاصيل، التفاصيل تاتي فقط في البودي. التفاصيل يا عم في البودي، اكتب لي كل اللي انت عايزه في البودي، تفاصيلك وامثلتك واللي انت عايز تحكيه كله. طيب في الكونكلوجن دي بيقول لك ان هو ذا لاست او ذا اندنج باراجراف. في الباراجراف في الكونكلوجن بيقول لك انت بتعمل ريستيت، بتعيد كتابه ذا سيسز، بتكتب السيسز مره ثانيه بس ان اذر لانجويج، بلغه مختلفه يعني، انا اذر ووردز بكلمات مختلفه. يعني انت ما بتكتبش نفس، يعني انت قلت لي ووتر از لايف، لما دي السيسز اللي كتبناها في الانترودكشن، انت بتيجي في الخاتمه تكتبها ازاي بقى؟ ووتر از اسينشال مثلا، ووتر از ا يونيك ثينج، الميه دي شيء فريد، وتروح كاتب لي كده بنفس الاطار. طيب خد بالك عشان خاطري، دونت دي مهمه، انتروديوس اوعى تقدم نيو ايدياز افكار جديده
ان ذا كونكلوجن. الكونكلوجن يا جدعان ما بيكونش فيها افكار جديده، عشان كده السؤال اللي قرفنا منه يقول لك ان الكونكلوجن فيها لاست مينيوت ايدياز. لا والله الجمله دي غلط، ما ينفعش نكتب اي افكار جديده في في الكونكلوجن. طيب وركز برضو كمان ان في الـ في الـ في الكونكلوجن حضرتك مطالب انك انت تعمل give، انك to give، انك تعطي the reader، تعطي القارئ a sense of closure. يعني ايه الكلام ده؟ انك تعطي القارئ شعور انك انت راجل بتختم المقال بتاعك، فبيحس من قراءة الجمل اللي في الكونكلوجن ان هو خلص كده وفهم كل الموضوع. حتة حلوة برضو ممكن يقول لك ان هي بيكون فيها ساعات a call for action، ممكن يكون فيها call for action او question. يعني ايه مثلا؟ احنا بنحكي عن المياه والمياه خلصت وما عادش في مياه والناس هتموت من العطش، فتيجي في الكونكلوجن وتروح كاتب ايه؟ how do you think we can save much water، كيف تعتقد انه بامكاننا ان نوفر مياها للناس مثلا، على سبيل المثال حاجه زي كده. او اقول لك do you think، do you think، هل تعتقد the ways we use او the techniques we use water is bad، هل تعتقد ان الطرق اللي بنستخدم بها الميه طرق سيئه؟ يبقى انت كده عملت سؤال. برضو حتى حته من الحاجات اللي احنا كانت قابلتنا قبل كده في الامتحانات وقلنا عليها ما ينفعش تعملها، يجي يقول لك مثلا الكونكلوجن ديت is an evaluation او assessment. يا حبيبي ده غلط، هو انت بعد ما تكتب المقال تكتب لي في جمله الخاتمه اعتقد انني كتبت كثيرا عن هذا الامر واعتقد انكم اقتنعتم؟ ما فيش حاجه اسمها كذا، انت بتكتب والقارئ يقتنع او ما يقتنعش يكشي يتفلق، انت ما ينفعش تكتب الكلام ده. طيب من الحاجات الحلوه اللي انا قراتها برضو في كتاب ماي فريند في الجزئيه دي بقول لك ان الكونكلوجن هاز 3 مين بيربسز، ليها 3 اغراض اساسيه. الغرض الاولاني اللي هو بيقول لك signals the end، signals مش عارف ليه ما بكتبش القلم، the end of the essay، يعني بتديني اشاره ان انا وصلت نهايه المقال. طيب الحاجه الثانيه بيقول لك ان هي reminds، يعني ايه reminds؟ بتذكر the reader، بتذكر القارئ of your main points، بتذكر القارئ بافكارك الاساسيه. ده من خلال حاجتين اتنين، الحاجه الاولانيه انك تعمل سامرايز انك تلخص، والحاجه الثانيه من خلال انك تعمل بارافريزنج. يبقى انت ممكن تذكر القارئ بالافكار اللي انت قلتها عن طريق انك تختصرها او تعيد صياغتها. الحاجه الثالثه او الوظيفه الثالثه للكونكلوجن ات تيكس ذا او ات ليفز، ات ليفز ذا ريدر، بتترك القارئ ويز يور فاينل ثوت، بتخلي القارئ يطلع من قراءة النص وهو فاهم أفكارك اللي أنت كاتبها كلها. ده بالنسبة لموضوع الكونكلوجن واختصارنا ليه. طب أنا عايز أكتب دلوقتي، إيه هي الخطوات؟ إيه الخطوات اللي أنا هتبعها عشان أكتب؟ أنا عايز أكتب مقال مثلا، إيه الخطوات اللي أنا ممكن أتبعها في كتابة المقال؟ اسمع بقى مني الكلمتين دول كده عشان تفهم. لو عايز تكتب مقال أو تكتب باراجراف أو تكتب أي عمل أدبي في الدنيا، أنت لازم تعمل حاجة، تلتزم بالأشياء الآتية. أول واحدة كده إنك تعمل بريفيو، بري فيوينج، اللي يسموها ساعات برين ستورمينج، اللي بيسموها ساعات برضو ثينكينج بيفور رايتنج. اول حاجه تعملها هي دي، انت بتفكر انت عايز تكتب في ايه وهتكتب موضوع ايه تحديدا. طيب الحاجه الثانيه انت بتبص، الحاجه الثانيه بتعملها ريسيرش. يعني ايه ريسيرش؟ بتبحث، ريسيرش. بتبدا تبحث، ابحث عن الافكار اللي انا محتاج اكتب عنها. بس بقول لك ان الريسيرش ده اف نيدد، يعني ايه اف نيدد؟ لو انت محتاج اصلا، انت ما عندكش معلومات بس عايز تكتب حاجه معينه. طيب في الريسيرش ده ممكن نسميه ساعات اوت لاين، يعني انك تعمل خطه تعريضه كده اللي هكتب عنه. وبعد كده درافتنج، ايه درافتنج دي؟ اللي بيسموها رايتنج، ساعات بيسموها رايتنج، انك تكتب
كتبت الموضوع اللي انا عايز اكتبه خلاص، بعد ما اكتب بقى اعمل ريفايزنج. يعني ايه ريفايزنج؟ المراجعه. طب ليه؟ تو ميك ات بيتر، عشان اخلي الموضوع الافضل مما افضل ما يكون. طب انا رجعت، انا كتبت وبعدين رجعت، اخر حاجه بقى هعملها قبل النشر ايديتنج، انك انت تعدل انت كتبت النص وبعدين جيت تراجع لقيته عامل هنا از المفروض تبقى ار، عامل 3 المفروض تبقى 5 فتكتبها، يبقى ايديتنج. اخر حاجه خالص بقى اسمها ببلشنج، انك تنشر العمل. يبقى خطوات الكتابه اول حاجه بريفيوينج، وبعدين ريسيرش. بريفيوينج دي اللي هي برين ستورمينج او ثينكينج بيفور رايتنج، والحاجه الثانيه ريسيرش اف نيدد، بتبحث لو انت محتاج تبحث، او بيسموها اوت لاين. وبعدين تكتب درافت، تكتب مسوده للموضوع، وبعدين تبدا تراجع اللي انت كتبته، وبعدين تعدل اللي انت اكتشفت انه خطا، وبعدين في الاخر تنشر. الخطوات دي لازم تبقى كده منطقيا ترتيبها كده الصح. بيقول لك ان في مجموعه من الخصائص، خصائص الكتابه كاركترستكس اوف رايتنج. ايه خصائص الكتابه؟ اول حاجه كده فوكس. فوكس يعني التركيز. يعني ايه برضه التركيز؟ بيقول لك ان المقال لازم يكون فيه سنجل كلير ايديا، ما تفضلش تطوح بيا في مقالك، تفضل تكتب لي كل جمله عن موضوع معين غير التاني. ده رقم واحد، لازم كل مقال يكون فيه سنجل كلير ايديا. الحاجه الثانيه الديفلوبمنت، ديفلوبمنت كل جمله هتكتبها في المقال لازم تؤدي لتطوير الفكره اللي انت كتبتها. بقول لك ان ايتش باراجراف، ركز في دي كده في حته ديفلوبمنت، ان كل باراجراف شود سبورت اور اكسباند ذا سنترال ايديا. انا بكتب عن عن المياه، كل جملة هكتبها هيكون لها علاقة بالمياه، ما ينفعش اكتب واحدة عن المية وواحدة عن الكهرباء وواحدة عن التلوث. طيب الحاجة الثالثة اللي هي يونيتي، يونيتي اللي هي الوحدوية. يعني ايه الوحدوية؟ بيقول لك ان كل الباراجرافات شود ستيك تو ذا مين بوينت، يعني كل الباراجرافات لازم تتكتب وهي لها علاقة بالفكرة الأساسية. آخر حاجة بقى اسمها الكوهيرنس. الكوهيرنس ده الاتساق. يعني ايه الاتساق؟ الانتقال من جملة لجملة لازم يكون انتقال لوجيكال، لوجيكال يعني منطقي، ويكون سموز يعني ما تحسش بيه، ما تحسش ان في انتقال، نو جامبنج، ما يكونش في قفزات في الافكار، انك انت ما تكونش تكتب مثلا عن استخدامات الميه فجاه تروح انت قلب لي على عيوب اللي مش عارف ايه كده وترجع تاني للاستخدامات، انت كده بتهزر، ما فيش جامبنج. لازم الاحداث يكون فيها فلو يعني تدفق. الكلام ده كله اصلا قلت لك قبل كده، ساعه ما تلمح كلمه لوجيكال او سموز او ستيك توجذر، ساعة ما تلمح الكلمات دي اعرف ان انت عايز تروح مباشرة على كوهيرنس دي. طيب احنا كده خلصنا او مرنا سريعا على موضوع الرايتنج. اتمنى ان اللي احنا عديناه ده ما يكونش فيه مشاكل بالنسبة لك، وتكون الدنيا ماشية كويس معاك. باقي معانا كده حاجة واحدة بس صغيرة اللي هي الايميل. انا عايز اكتب ايميل يا عم، ده الايميل اللي انا هبعته، عايز اعمل لك كأني صورة الايميل اللي بتبعت بالظبط كده. بكتب تو وبعدين فروم وبعدين بكتب سبجكت وبعدين باجي اكتب هنا دير سامي مثلا او دير مستر سامي عشان عايز ابعته ايميل رسمي، وبعدين اعمل كده. ركز معايا بقى كده، ركز. تو يعني الى، بتكتب هنا الايميل بتاع الريسيفنت، الريسيفنت اللي هو الريسيفر يعني. فروم من، بكتب هنا الايميل بتاع السندر. طب السبجكت بكتب فيها الموضوع اللي انا بكتبه، وخد بالك انت هنا سامرايز يعني بتلخص وات ذا ايميل از اباوت. انا عايز اكتب ايميل لعمر ادعيه لحفل زفافي، فاروح انا كاتب اب سبجكت هنا اكتب ايه؟ انفيتيشن يعني دعوه. فساعه ما عمر تقع عينه على كلمه انفيتيشن هيفهم ان الكلام اللي مكتوب هنا كله عن الدعوه. ركز في حته ان انت بعد كلمه تو بتكتب ذا ريسيفنت ايميل، ما بتكتبش اسمه. طيب وانت بتكتب ريسيفنت ايميل، وهنرجع تاني للحوار ده، انت بتكتب مثلا انت باعت ايميل لهيثم، فبتقول لي هيثم @gmail.com. حلو ولا بالله عليك؟ ركز في الحته دي اصل انا خايف منها. gmail.com دي ان احنا بنسميها دومين. طب دي الكلمه دي اسمها ات، هيثم ده اسمه النيم. بيجي اسئله يقول لك ايه اللي سيبريتس اللي بيفصل الدومين عن النيم، نعمل له علامه الات دي. وات كمز افتر ات، ايه اللي بيجي بعد ات؟ الدومين. طب ايه اللي بيجي قبلها؟ النيم. حلو. طب يا مستر ما انت كاتب لي اسم اهو، ما انت بتقول ايميل ليه؟ لا ما هو انت ما كتبتش هيثم كمال جمعه، انت كاتب لي هيثم ات كذا يعني ايميله. طيب بيجي في الامتحان يقول لك احنا عند فروم بنكتب اسم المرسل، لا ما بنكتبش اسمه، احنا بنكتب السندرز ايميل، يعني علي ات ياهو مثلا، ده ايميل على بعضه. طب في السبجكت بنكتب اللي انت اختصار او الموضوع اللي انت بعته عن ايه، ممكن بدل سبجكت يكون في ايه اسم نسميها اباوت. هنا بقى بنكتب يا شباب البودي، ايه البودي؟ اللي هو الجسم اللي انا عايز اكتبه.
طيب بعد ما خلصت انا ممكن اختم الايميل ده باكتر من شكل. لو الايميل ده هو ايميل رسمي يعني رسمي انا بعته لحد في الشركه، فهقول له yours sincerely، هقول له yours faithfully، best wishes، kind regards، thank you. طب انا بعت ايميل بقى غير رسمي يعني واحد صاحبي، اقول له take care، خد بالك يا معلم من نفسك، love حبيبي، catch up، see you soon، see you later، باي، توك تو مي، كل دول في الانفورمال. عايزك تعرف وانت بتكتب الايميل الفورمال الرسمي، انا بكتب لو انا بكتب فورمال، الفورمال يعني لمديري مثلا، بكتب له دير سير او دير مدام، دير مستر، دير مس، ده لو رسمي. طب لو غير رسمي لصاحبي مثلا اللي انا عارفه، فبكتب له كده مثلا هلو، بكتب له كده هلو، او بكتب له دير عمر، ما هو اصل عمر ده صاحبي وانا بنمشي مع بعض طول النهار، فاقول له يا عمر حاف كده مفيش مشكله، اقول له هاي ازيك يعني، انتبه للكلام ده كويس. عايزك تعرف الحته دي برضو اللي هكتبها دي مهمه جدا 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 لبعد بكره الصبح. عايزك تعرف ان في الايميل الرسمي نو ابريفيشن، خد بالك في الفورمال، في الفورمال ميل يوز نو ابريفيشن، ما تستخدمش اختصارات. في حاجات ممنوع نعملها، انك ترسل ارسال باد ووردز، انك تبعت كلمات وحشه، تبعت لواحد شتيمه، او انك تكتب الباسورد بتاعتك، او انك تكتب له عن بيرسونال انفورميشن، ما ينفعش تكتب الكلام ده في الايميل، ده ممنوع تكتبه، ممنوع نكتب الكلام ده في الايميل. طيب انا عايز اكتب لواحد صاحبي في البيرث داي، نوع الايميل ده يبقى ايه؟ انفورمال. طب عايز اكتب للشركه اشتكي من منتج معين، يبقى ده فورمال، انك تكتب للشركه، هتكتب للمدير. طيب وانت بتكتب الفورمال احنا قلنا نتجنب استخدام الابريفيشن، نتجنب الكونتراديكشنز، نتجنب السلانج، يعني هكتب هنا كده حاجات ممنوع تعملها. انتبه معايا بقى في الكلمتين اللي هظهر قدامك دول، عايزك تعرف وانت بتكتب الايميل الرسمي، واحنا بنكتب ايميل رسمي يا شباب، ممنوع، محظور، يحذر، وغلط، ومصيبه، وعيب انك تعمل الحاجات اللي هقول لك عليها دي. اول حاجه ممنوع، ممنوع منعا باتا تستخدم الكونتراديكشن، انك تقول لي اتس، لا قول لي ات از حضرتك، انك تستخدم الابريفيشن الاختصارات، زي انك تقول لي دبليو اي يعني واتساب، اتش دي يعني هاو، اي هاي دير مثلا، ده غلط لانه ممكن ما يعرفش الكلام ده يعني اصلا. انك تستخدم سلانج اللي هي اللغه الشعبيه العاميه، انك تستخدم الايموشنز اللي هي زي الرسمه دي كده، لو انت بعت لمديرك رسمه وجه ضاحك او وجه حزين، وانك زعلان يا مدير الشركه انك انت امبارح طردتني وعملت له وجه حزين كده، بكره هيمسكك ينفخك. وعايزك تفتكر الفرق بين الهوك والبالك، الهوك والبالك، البالك ده مقصود بالبودي، ولكن الهوك الجمله اللي بنجذب بها انتباه. اتمنى ان اللي احنا عملناه ده يكون مفيد بالنسبه لك، انا حاولت اجري بسرعه شويه عشان الوقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.